التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، من لقي الله بهذا التوحيد فاز في الدنيا والآخرة. اللي بيعبد الله الآن في الدنيا ويكون على التوحيد ده فايز، ولو مات على التوحيد ده فايز، ولو لاقى الله بالتوحيد ده مفلح وفايز وسعيد. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وجاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ شو الأعرابي ده سؤال جميل كده. قال لي: ما الموجبتان؟ يعني البيوجب دخول الجنة شنو؟ والبيوجب دخول النار شنو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. اللي بيلاقي الله ما عنده شرك الله بدخله الجنة، واللي بيلاقيه بالشرك بدخله النار. وجاء أيضا في سنن الترمذي وفي صحيح الجامع عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شوف التوحيد ده فضل عظيم كده.